نظافة جيدة جدا، تقريبا 90%، وركة غنية عن التعريف، طوبات أصلية. هذا الميزي الأول. طبعا اللي معروف ميزي، هذا الأول وهذا الثاني. الثاني شندر، أيضا معروف، هذا غني عن التعريف، نظافته أيضا 90%. طوبات أصلية أيضا، وهاي مثل ما تشوف. هذا من الميزين، أي واحد يعجبك اثنين هذا باللبيع. وإذا عندك بليارد يرامك راوس فيها، أي واحد عنده ميز بليارد تراوس فيها عادي، بس بشرط يكون البليارد مالته نظيف. هاي الميزة مثل ما تشوفون، يا ريت اللي عنده مثلا بليارد يلين او ويركا ايضا بعد افضل اتراوس فيها. هذا الميزه قدامكم، اي واحد يحب يشتري اي ميز او مراوس بليارد انا. شكرا جزيلا لكم.